بس خبر ايجابي الصراحه، ناس كتير، ولسه كنت بتكلم مع شيف محمود في الموضوع ده قبل ما ندخل الهوا، في حكايه الشهر العقاري، الخدمات المقدمه من الشهر العقاري وقد ايه هي صعبه، وقد ايه ان احيانا في ناس بتكسل تروح لان في بيروقراطيه كبيره جدا داخل موضوع الشهر العقاري، واوراق كتير مطلوبه وغيره من الاشياء اللي بتخلي المواطن يعزف تماما عن فكره ان هو يقدم ورقه او ان هو يوثق حاجه في الشهر العقاري. فاللي حصل دلوقتي ان في مشروع قانون مقدم من الحكومه بتعديل بعض احكام القانون رقم 114 لسنه 1946 بشان تنظيم الشهر العقاري، بيهدف الى العمل على انهاء ازمه التسجيل العقاري والقضاء على ظاهره صعوبه وبطء او بطء التسجيل العقاري والوصول الى طريقه تسجيل عقاري تنهي حاله عزوف المواطنين عن اتخاذ اجراءات الشهر وصولا لتسجيل الملكيه العقاريه. يهدف القانون ده ايضا الى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئه الاستثماريه استقرار دائم بحصر الثروه العقاريه والقضاء على ظاهره السرقه وظاهره الاستيلاء وغيرها من الاشياء اللي بتحصل تحديدا في موضوع العقارات. بيهدف القانون ايضا الى تغيير الرؤيه السلبيه نحو اجراءات الشهر العقاري من خلال اتخاذ بعض الاجراءات الميسره وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحمايه الملكيه والذي وافق عليه بالفعل مجلس النواب. المادتين رقم 48 و49 من مشروع القانون قلصت المستندات المطلوبه لشهر حق الارث، ونصت الماده 48 على ان يقدم الطلب الخاص بشهر حق الارث للمأموريه التي يقع العقار في دائره اختصاصها، ويجب ان يكون موقعا من الوارث طالب الشهر او من يقوم مقامه او من ذي الشأن، وان يشتمل على بيانات الموروث والورثه وكذلك بيانات والمستندات المنصوص عليها بالماده 22 ثانيا وثالثا ورابعا. واجابه الماده رقم 49 ان يرفق بالطلب الاوراق التاليه او الاتيه: الاشهاد الشرعي او الحكم او غير ذلك من المستندات المثبته لحق الارث، وسند الملكيه ملكيه الموروث على ان يراعى في شانها حكم الماده 23، فاذا تعذر تقديمها تتبع الاحكام الوارده في الماده رقم 23 مقرر. دي حاجه معموله مفروض يعني حسب ما بيقولوا انها عشان تيسير الموضوع اكتر شويه على الناس. عشان كده انا عايز ارجع للشيف محمود بس كده نساله على الناس دايما كانت بتشتكي من حكايه الشهر العقاري وقد ايه في مشاكل عدد الموظفين كمان كل واحد ليه اختصاص، يعني الامضه الفلانيه عند الاستاذ فلان، الختمه عند المدام، ده فعلا كان واقع. فبيبقى في زحمه جامده جدا بتأدي الزحمه دي، طبعا المشاكل ما بين الجمهور نفسه والمشاكل مع الموظف، انت ما قلتليش ليه من الاول، انت مش عارف ايه، فالموضوع كان بيبقى فيه تلاسن وممكن بتوصل في الاخر للشجار بالايد، وطبعا طالما ده موظف حكومه فالموضوع ان بيبقى وبيوصل للنيابه بتبقى مشاكل كبيره جدا. فده طبعا الموضوع ده كده اسهل. هو احنا عندنا الصراحه دايما، ما اعرفش انت عارف الموضوع ده ولا اسهل، ما عندنا مشكله كبيره جدا في حته البيروقراطيه اللي موجوده في المؤسسات الحكوميه كلها. يمكن دلوقتي بداوا يسهلوا الموضوع خصوصا بعد ما دخلوا اللي هي الميكنه وان انت يكون في كله كمبيوتر وكده، بس قبل كده كان عندنا دايما يعني حتى مليون كوميك ومليون مسلسل اتكلم عن الحكايه دي، حكايه مدام عفاف في الدور العاشر ومدام هند في الدور السابع وروح مش عارف مجمع التحرير فين، ليله كده طويله، في حين ان العالم كله دلوقتي ده انت ممكن تخلص ورقك كله كامل الكمبيوتر، كل الورق بيتطبع لك من موبايلك وتخش على موبايلك. انا عايز دلوقتي مثلا فيش وتشبيه، يعني انا حاليا كواحد عايش بس في تركيا اقدر اطلع الفيش وتشبيه حالا حالا، انا قاعد معاكم دلوقتي اقدر اطلعه من ابلكيشن تبع الحكومه التركيه، بدخل عليه بطلع حاجه اسمها اللي هو السابقه او القيد السابق، بطلع فيه خلاص انت واحد ما عليكش اي قواضي، بتطلعه في ثواني وتبعته على حد عنده طبعه وبتطبع الموضوع وخلاص انتهى الموضوع، مش محتاج بقى اروح لمدام مش عارف مين ومدام مين والف في الدور العاشر والدور الخامس وهات اختام كذا وهات اختام كذا. وكمان الموضوع بيبقى رخم قوي، تعرف كمان في نقص في المعلومات، يعني لما عايز تقدم على حاجه او تاخد ورقه بيبقى المعلومات مش كافيه. لا ده احنا عندنا بقى كمان لا، والحلو لما تروح عنده انت يعني الصف طويل على ما توصل يعني دورك، دي مشكله كبيره جدا، وتروح عنده يقول لك لا لازم كوبي للورقه دي وترجع تاني ولازم صحيح. تاخد الدور من الاول دي مشكله كبيره جدا. وفي عندنا كمان حتى كانوا بيتريقوا على الحكايه دي في مصر، حكايه يقول لك عايزين بعد كده نحط يا جماعه للموظفين عندنا شاره خضراء او شاره حمراء، الشاره الخضراء دي معناها ان مزاجه رايق وهيتعامل معاك كويس، الشاره الحمراء ان هو ما تجيش جنبه خلاص النهارده لان هو هتقول له اي ورقه هيعقدها لك،
لكن المفروض الطبيعي في أي مؤسسة حكومية يكون موجود لستة بالأوراق، أقدر بكل سهولة أن أنا أدخل على الإنترنت تلاقي الأوراق المطلوبة إيه، دي هجيبها منين، دي هعملها إزاي، وخلاص بجهز أوراقي وبروح للمؤسسة الحكومية، المؤسسة بتدي لي ورقتي في ثواني وبيخلص الموضوع. ده اللي المفروض يحصل، وده اللي إن شاء الله نتمنى أن مصر في خلال السنين القادمة يكون فيها ده. وأظن بالفعل بدأت في بعض المؤسسات وبعض الحاجات الحكومية بدأت فعلا تطبق النظام ده. صح شيف محمود؟ صح، هو بدأ يطبق ده كويس وخطوة ممتازة، إنما القلق والخوف من حاجة واحدة، إن مقابل التطوير ده هيبقى زيادة تعريفة الخدمات. والله وده يقلق، لأن فعلا والله هي دلوقتي زيادة غالية. منطقية، لو زيادة منطقية تخليني إن أنا يسر على الأمور ما عنديش مشكلة. أنت عارف ما عنديش حاجة منطقية، بس إحنا مشكلة كبيرة اللي بتواجهنا إن الزيادات بتبقى رهيبة، تبقى غير منطقية يعني. بالظبط، لكن لو زيادة منطقية خلاص اتفضل اهلا وسهلا، انا عايز تطور طور، بس يكون زيادة منطقية ونراعي برضو الناس الغلابة. ايوه دي حاجة مراعاة بقى الظروف اللي احنا فيها، وانتوا عارفين متوسط دخل الفرد قد ايه. صحيح. ما تقدرش تتعدى الحدود ديت. صحيح، فما يبقاش التقدير جزافي، يبقى معروف محسوب كويس يعني. طيب نروح للخبر اللي بعده.